إطار التواصل اللي اتفقنا عليه واللي مشينا عليه منذ الأول. كنعاود نتلاقاو اليوم باش نخبركم بأننا تأكد لنا ليلة أمس تقريبا حتى الحدود الساعة 12 ليلا ثاني حالة مؤكدة ديال كورونا فيروس المستجد 2019. هذه الحالة شخصناها وتأكد التشخيص ديالها في المختبر المرجعي ديال معهد باستور المغرب الدار البيضاء عند سيدة متقدمة في العمر، العمر ديالها 89 سنة وقادمة من الديار الإيطالية أيضا، ودخلات وهي ما عندها حتى شي أعراض ديال المرض، وبعد بضعة أيام بدات كتظهر عليها بعض الحالات المرض اللي ما كانتش كتدل على أنه مرض ديال الجهاز التنفسي، ولكن حتى اليوم ما قبل أمس عاد بدات الأعراض ديال الجهاز التنفسي. والحسن الحظ أنه تكلمات مع ذاك الرقم ديال الهاتف ألو يا قضاء، لأنه عرفت راسها بأنه هذاك الرقم مخصص بحال هاد الأشخاص اللي داخلين من منطقة اللي فيها الفيروس منتشر واللي خصهم يسولوا في هذاك الرقم ديال الهاتف إلا بانت بعض الأعراض. فكانت عندها هاد البديهية هي واحد من الأفراد ديال العائلة ديالها هو اللي تكلم، ورشدناها وجهناها للمستشفى، وبالفعل خدات دار تحاليل تخادت منها العينة ومشات للمعهد باستور اللي أكد لنا النتيجة. هي الآن قيد العلاج بأحد المستشفيات ديال الدار البيضاء، الحالة ديالها حرجة في إطار التواصل في إطار الشفافية. احنا كنتواصلوا معكم كنقولوا لكم بأنه الحالة ديالها حرجة، لأنه مع الأسف هاد السيدة عندها مرض مزمن من الأمراض المزمنة اللي كنهضروا عليها وكنتكلموا عليها دائما، كنقولوا بأنه هي اللي كتدي النقص في المناعة. فهاد السيدة كينطبق عليها هاد الحالة، متقدمة في السن، مرض مزمن، حالتها حرجة، هي الآن في العناية المركزة بأحد المستشفيات بالدار البيضاء، وبطبيعة الحال الأطقم الطبية إخوان صاهرين عليها طبقا للمقتضيات وطبقا للبروسيدور اللي حنا دايرين. المسألة الثانية هو بطبيعة الحال كنتكفلوا بالشخص المصاب بالمريضة وكنتمنوا لها الشفاء، ولكن ما كنساوش السلامة والصحة العامة ديال المخالطين بالخصوص. فمنذ ليلة أمس مباشرة بعد التأكيد المخبري بدينا الإجراءات ديال الجرد ديال المخالطين وتقييم الخطر ديال كل واحد فيهم، والآن الفرق راها مشتغلة باش كتأدي الدور المنوط بها وباش نبداو المراقبة ديالهم اللي راها بدات منذ صباح اليوم. المراقبة ديالهم المدة ديال الحضانة القصوى واللي تكلمنا عليها عدة مرات واللي هي 14 اليوم حتى نتأكدوا من أنهم سالمين خاليين من 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 العدوى وما غاديش يمكن ينشروها في المحيط ديالهم. هاد السيدة بالفعل دخلات نهار 25 في الشهر، ودخلات كنأكد ما كانش عليها ولا حالة ديال المرض، ولكن احنا تحسبا وللمزيد من الاحتياط والحذر فغنعتبروا بلي حتى الناس اللي جاوا معاها في الطياره خصهم يترقبوا، فاذا غادي يخضعوا للمراقبه بحال هذيك الحاله الاولى اللي تكلمنا عليها. احنا الان عاد كنديروا الجرد، بدينا الجرد ولكن مازال حتى تنجمعوا المعطيات الاوليه، وهذيك المساله اللي كتهمنا لنا عمليا بالنسبه لنا احنا اللي غادي نتكفلوا بهذوك الاشخاص ديال المخالطين ديالها سواء في العائله او في الطائره. كنذكر الزميلات والزملاء الاخوان باننا تعريف ديال شنو هو واحد مخالط ان كونتاكت كيخضع حتى هو لواحد المعايير دقيقه، فساكن في العماره ولا معاه في نفس الحي او البقال او شي حاجه، هذيك مساله اخرى كنرجعوا ليها فيما بعد. حنا الجرد ملي كنقول كنجردوا الاشخاص اللي كتنطبق عليهم المعايير ديال واحد مخالط، وكاين المخالط من الصنف الاول اللي عنده الخطر مرتفع شيء ما، ومخالط من الصنف الثاني الخطر ولا احتمال الاصابه متوسط، والمخالط من الصنف الثالث اللي خطر الاصابه كيكون ضعيف جدا، وكل واحد من هاد ثلاثه الاصناف عنده اجراءات خاصه به اللي كنقوموا بها. كنذكر السؤال الاول ديالك بعجاله جات من بولون، مدينه بولون. اما بالنسبه للسؤال ديالك الثاني، كنذكر باننا حنا في المخطط ديالنا ديال التصدي لهذا الوباء مازال ما انتقلناش من مرحله لمرحله، حنا لازلنا في المرحله الاولى.
واللي كنت دائما كنأكد عليها كنقولوا بأن المرحلة الأولى هي المرحلة ديال أننا ما عندنا حتى حالة أو عندنا بضع حالات وافدة. حنا لازلنا في المرحلة الأولى. أما في الإجراءات راه خرج البيان الصحفي اللي صادر على لجنة ديال القيادة وقالت بأنه راه من الوارد بأنه في أي لحظة غادي يتم الإعلان على إجراءات إضافية واللي غتاخذها لجنة القيادة بتوصيات بطبيعة الحال وطبقا لتقييم المخاطر اللي كتقوم به الوزارة ديال الصحة.